أهلا بكم في قناة الفضولي، أعزائي المشاهدين والمتابعين من جميع أنحاء العالم. معاكم أخوكم محمد رفعت اللي بيشرفنا القناة لأول مرة. القناة بتاعتنا قناة شاملة، يعني معلومة مفيدة هتلاقي، ربح من الإنترنت هتلاقي، ملخصات كتب هتلاقي، قصص من الواقع هتلاقي، وكمان موسيقى وحاجات تانية كتير. ازيكم يا شباب، اهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده الفيديو بتاعنا فيديو مميز جدا، وموقع مشهور جدا، وموقع صادق جدا جدا جدا. واللي ما اشتركش في القناه وبيشوف القناه لاول مره ان شاء الله النهارده، انا متاكد انه هيشترك، والقناه باذن الله هتوصل لاكثر من مليون مشترك، لاني عندي ثقه كبيره في الله سبحانه وتعالى ان انا بقدم محتوى جيد، محتوى هدفه مساعده الشباب في تخطي أزمة اللي احنا بنعيشها كلنا، الشباب وغير الشباب من كل الأعمار. قناة الفضولي هتفضل واقفة جنبهم. الفيديو النهاردة مش محتاج مهارات خرافية خالص، فيديو النهاردة مش محتاج منك أي مهارات خرافية إطلاقا. كل ما عليك إن أنت بس تتابعني لغاية الآخر، ومش هوصيكوا بالتعليقات والمشاركة والدعم والشير وكل الكلام الجميل دوت. فيديو النهاردة اقسم لك بالله العظيم هدية ليك، وانا عن نفسي جربته سنة ونص وحققت منه ارباح كويسة. وتفضلوا بينا معانا لطريقة التسجيل بامر الله تعالى. اهلا بكم يا شباب مرة تانية. الموضوع ان انت هتخش بكل بساطة على ابل من جوجل، طبعا هيفتح لك الصفحة ديت بتاعة الساين ان او اللوج ان. طبعا هتديله يوزر نيم والباسورد، عايز تختار باسورد اللي هي المقترحة، مفيش اي مشاكل تماما خالص. وموضوع التسجيل يا شباب سهل زي ما بتسجل في اي موقع، مفيش اي مشاكل تماما. بعد كده بعد ما تقوم بعملية التسجيل، وطبعا من الاختيارات بتاعت جوجل، هيفتح معاك الموقع زي ما انتوا شايفين كده. وهنا الموقع فيه كل انواع الوظائف، الوظائف الخاصه باللغه، الوظائف الخاصه بالفويس كولكتنج وهكذا، وحتى المايكرو تاسكس والوظائف بتاعه الكوربريت او الشركات. كل واحده من دول تعتمد على حسب الخبره بتاعتك. يعني انت عايز تعمل مايكرو تاسكس، انت عايز تعمل وظائف اللانجوج اللي هي ساعات ممكن يطلب وظيفه ناريشن باللغه العربيه، او ناريشن القاء باللغه الانجليزيه او اللغات الثانيه. ويبقى في مشروعات كتير باذن الله تقدر تحقق عليها ربح حقيقي من الموقع الجميل ده. عايز اقول لكم زي ما انتم شايفين الواجهه بتاعته ما فيهاش اي مشاكل، والموقع طبعا مشهور جدا وعالمي وله مصداقية كبيرة جدا جدا جدا، وانا جربته وباذن الله هعرض لكم كمان الحساب بتاعي والتاسكات بتاعتي على موقع ابل وعلى الحساب الشخصي بتاعي. انا فعلا قعدت اكتر من سنة ونص وجرب الموقع ده، يعني منتهى السهولة والبساطة، وفي تاسكات جميلة جدا جدا برضو هنتكلم عليها لما بإذن الله نخش كده على الحساب بتاعي، وحوريكم تاسكات المايكرو تاسكس اللي هي بتبقى أرباحها من 30 سنت وطالع. وأهم حاجة دايما تتذكروا إن معظم المواقع بتحتاج الباي بال، الباي بال والبايونير. الموقع بتاعنا أبل هو طرق الدفع بتاعته باي بال
وبايونير عشان ما ننساش. ومن المهم جدا ان انتم ما تنسوش الرابط اللي هحطه لكم عشان تشتركوا في الموقع في صندوق الوصف. زي كل مره ما بعودكم ان انتم تخشوا في الرابط وصندوق الوصف. ان شاء الله في الجزء الثاني من الفيديو هتكلم واعرض لكم التاسكات اللي انا بالفعل عملتها عشان ما حدش يقول انت بتعرضنا الواجهه بتاعه الموقع وما بتقولناش الدنيا فيها ايه. فاهلا بيكم ونكمل الفيديو مع بعض. اهلا بيكم يا شباب مره تانية. طبعا انا اتكلمت في الجزء الاول على طريقه التسجيل السهله جدا جدا، وفكركم دايما ان التسجيل في المواقع دي من اسهل ما يكون، بس طبعا ان انت تقعد تواصل عليها ويكون عندك صبر وتقبل المنافسة، لان بقت المنافسة كبيرة جدا جدا في جميع انحاء العالم. الناس بتخش، الناس عندها وعي وتفتح، وبالذات في الجانب الغربي من الكرة الارضية الناس عندها وعي كبير. طبعا بقول برضو عندنا في الوطن العربي او الشرق الاوسط ناس يعني عباقرة الحقيقة بصراحة ربنا، يمكن كمان يعني نقول ان هم عدوا مراحل يعني بسم الله ما شاء الله. عايزين نوصل للمستوى ده شباب. عايز اقول لكم ان المنافسه شرسه على المواقع المشهوره زي ابل، وعشان كده الصبر في الموضوع ده وانك تبقى دايما على طول على تواصل بايه التاسكات اللي موجوده، ايه البروجكتات اللي انت تنفع معاك، وتبتدي على طول ما تفوتش الفرص ديت. طبعا انا زي ما قلت لكم الموقع ده قعدت حوالي عليه سنه ونص وحققت منه ارباح كويسه. انا اوريكم دلوقتي التاسكات من واقع الايه، من واقع الاكونت بتاعي بالفعل اللي انا دخلت بيه. طبعا فطبعا انت عندك اول يعني اهم حاجه الموضوع اللي هو البروجكتس المشاريع اللي موجوده اللي هي تقدر تقول عليها اكبر شويه من التاسك، لان التاسك بتبقى مثلا او المهمه تتعمل في يوم او ربع ساعة او نص ساعة. البروجكت دي تبقى حاجات ممتدة تاخد شهر تاخد شهرين، ومن اشهرها على ايبن اللي هو الفويس كولكشن، او ان انت تسجل بصوتك حاجات مقاطع معينة سواء باللغة العربية او بالانجليزية. ساعات بيطلبوا اللهجة السعودية، ساعات بيطلبوا اللهجة المصرية، ولكن في معظم الاحيان بيطلبوا اللهجة الخليجية، بتبقى عشان تسجيل فيديوهات وبتبعتها. وده هو عبارة عن انفنتوري او مستودع للاصوات الادميه عشان يستعينوا بيها في التطبيقات بتاعه الاي ار. طيب يا شباب هتلاقي مثلا زي ما قلت لكم اهو النوع المشروع داتا كولكشن، يعني جمع البيانات، ودوت اهو ادي السعر التاسكايا الواحده فيه ماشي. وطبعا عشان هو زي ما قلت لحضرتك بتتكلم مثلا ثانيه وثانيتين، فانت كل ما تجمع هيبقى معاك في الرصيد ان شاء الله على باي بال او بايونير اموال محترمه. برضو ده كل ده داتا كولكتر داتا كولكتر، وكل واحد يتفاوت. يعني مثلا هنا المشروع ده كله على بعضه بخمسة دولار، واخد بالك، اللي هو ماي هيو داتا كولكتر. وهنا بيقول لك خلوا بالكم بقى دول اللي بيتكلموا عربي ومن منطقتنا العربيه، conversational speech يعني محادثة، contributor help improve Arabic telephony system عشان يحسنوا نظام التليفونات بالـ AI، we are looking for Arabic native speakers living كمان فين؟ in Egypt to make natural conversation with their family. والزيز في الموضوع بتاع أبن ان انت بتسجل محادثات بينك وبين مثلا اخوك، بينك وبين زوجتك شقيقتك، وتبعت لهم وتاخد على التاسكات، ومضمونه زي ما بقول لكم تاخد على التاسكه دي 5 دولار مضمونه 100% مليون في المية. واحد بيقول لك اعمل محادثه، يعني تخيل شوف قد ايه يعني ايه سهوله الموضوع. بتسجلها على الميكروفون بتاع الموبايل الابل الايفون اسف او الاندرويد زي ما انت عايز، وتبتدي تبعت لهم وخلاص وحققت يا باشا الارباح. وفي ايه يا جماعه اسهل من كده يعني؟ والله العظيم انتوا عارفين غلاوتكم عندي قد ايه عشان فعلا ظروف الناس صعبه. وبرجع اقول تاني لكافه الزملاء اللي هم يعني عفوا
مش بتبقى عندهم مصداقية في الموضوع، يا جماعة تراجعوا شوية وحاولوا تكسبوا الناس في صفكم، اكسبوا الناس في صفكم بالصدق، اكسبوا الناس في صفكم بالصدق. ماشي يعني هم فاهمين هم مين. او مشروع الداتا كولكشن نفس القصة برضو عندنا اهو باربعة وثمانية سنت يعني تقريبا خمسة دولار برضو، وده برضو عن الخوارزميات بتاعت الذكاء الاصطناعي. دي اشهر حاجات على الداتا، وكل مشروع له الاسم بتاعته او الشركة اللي هي بتعرض على البلاتفورم او المنصة بتاعت ابل، يعني تيكي او تيكي معرفش انها داتا كولكتر، ودي بعشرة دولار للتاسك الواحدة، عشرة دولار للتاسك الواحدة، المهمة الواحدة بعشرة دولار. بس هنا كاتبين ان المشروع ده متوقف وما تجيبش الفيديو دلوقتي، يعني المشروع ده كان واضح ان هم يعني اخدوا التاسكات من الناس واكتفوا بذلك. مولوكا برضو نفس القصة، وده عشرة دولار بير تاسك، وده مفتوح، وده عبارة عن فيديو داتا كولكشن، وانت تقريبا بتصور نفسك صورة او تعمل فيديو وتبعتها وتحصل على التاسك او تحصل على الاموال اللي احنا قلنا هنقدر ناخدها عن طريق الباي بال والبايونير. رجاء خاص من كل حبايبي اللي لسه مشرفين النهاردة يشوفوا الفيديو، الاشتراك ثم الاشتراك ثم الاشتراك، والتعليقات في اي وقت انا برد عليها. يعني عايز اقول لكم انا بقى يعني بحب جدا التعليقات وبحب بساعد الناس، يعني انا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ان يعني ان الناس ماشي، او سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال خير الناس انفعهم للناس صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ولذلك انا بقول لكم بكل عفويه، ما تبخلوش عليا بالاشتراك وما تبخلوش عليا بالتعليقات، تمام؟ المحتوى اللي بقدمه مش محتوى نصب، الموقع اللي بجيبه بكون جربته وبكون حققت ربح من عليه، ولو في موقع حققت ربح قليل ماشي يجوز على اساس انا قدراتي كده، فما ينفعش برضو استبعده واستثنيه من الموضوع، حدولك برضو عشان انت ممكن تشتغل عليه اكتر مني، وساعات التلميذ بيتفوق على الاستاذ، ف مش هقولها تاني، انتوا في ظهري وجيش الفضولي هو اللي هيخلينا بامر الله نستمر ونكسر الدنيا لغايه بامر الله تعالى ما نوصل لفوق المليون مشترك، ونوصل النهارده بتاع الفيديو بتاع النهارده ل 100,000 لايك، وبامر الله تعالى هيبقى عندي مفاجآت كتيره ان شاء الله في الفتره اللي جايه ليكم، وانتظروني، تابعوا فيديوهاتي وفعلوا زر الجرس، وفي النهاية بقول لكم سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل، تمام يا جماعة؟